بسم الله، النهاردة هنتكلم على العدد الثالث من بيم أرابيا، صدر ديسمبر 2015، وإن شاء الله فيها مقالات ممتازة والناس كتيرة جدا من الوطن العربي كتبوا فيها. فهنلاقي المهندس معاذ النجار هو اللي كتب المقدمة، وكان بيتكلم على مجال بيم أرابيا، بيقول لم تكن هذه المجلة المتميزة إلا منارة لما استجد من علوم البيم وتقنياته، وموئلا لمن أراد أن يطلع على هذه العلوم ويعرف ما يمكن أن تقدمه وما يجب عليه تجنبه من تبعات هذه التقنيات، ومن ثم الاطلاع على افضل طرق تطبيقها في الحياه العمليه. واجمل من ذلك انه لم يكن يوما سورا وحجاب بين الكاتب والقارئ، وانما هو عنوان البريد الالكتروني الذي يفصل بين الدراسة للقارئ مع كاتب السطور ليودي له بالنصح والارشاد. كما تميزت بلون النصح فهي بصفه كفايه ليست ذات نفع مادي يعود على الكتبه فيها بالمال او السمعه، فهي محض اجتهاد من الاساتذه الكاتبين يصيب او يخطئ، وهي مرحبا بتصويب من القارئ الذي سبقنا علما بموضوع كتبناه لنقوم بتصحيح لبقيه القراء الاكارم. وبعد كده المهندس معاذ النجار بيتكلم عن تكامل البيم مع الاي اف سي، ودي من الحاجات القويه جدا لان ممكن يكون في اكتر من سوفت وير مختلف. ففي منظمه اسمها بيلد سمارت عامله امتداد مشترك اللي هو الاي اف سي، فمهم جدا لو انت شغال بيم على اكتر من سوفت وير تشتغل بالاي اف سي. وبعد كده في مقاله عن البيم اند اوجمانتد رياليتي بتدي قوة جدا للبيم، ودي من أهم مزايا البيم إن هو دمج بين تكنولوجيات حديثة وضمها جواه، فدي من الحاجات الممتازة. وبعد كده في مقالة عن Information Delivery Cycle أو دورة تفصيل المعلومات، دي موجودة في البي اس 1992، إن أنت بتقعد مع المالك تاخد منه المعلومات، وبعد كده بتعمل بيم اكشن بلان، وبعد كده بتعمل الماستر انفورميشن دليفري بلان، وبعد كده اللي هو بيحدد كل تسليمة هتبقى عاملة ازاي وقتها، ودي هنا بقى متطلبات المالك. وبعد كده مقالة عن مراحل النضوج البيم، ان البيم ممكن تكون انت عندك لسه شغال في ليفل 0 فمحتاج تنقل ليفل 1، ومن ليفل 1 تنقل ليفل 2، ومن ليفل 2 تنقل ليفل 3. فبنوضح كل مرحلة من المراحل ايه الاكواد اللي تشتغل بيها وايه الاهم المعلومات الموجودة فيها. دي مقالة للمهندس عمار التوم، الاستفادة من البيم من خلال محركات الألعاب والواقع الافتراضي. في ناس كتير بتحب الألعاب، فالمقالة دي من المقالات الشيقة وفيها معلومات حلوة، واللعبة دي بحاول ألعبها بقى كتير بس مش فاهمها، لو حد فاهمها يبعتها لي من كرافت. دي مقالة للمهندس مصطفى خليل، وهو مبرمج عبقري بيعمل حاجات كتيرة جدا روعة. الموقع بتاعه ده فيه كذا بلجن كويس جدا. هو بيتكلم عن تاريخ البرمجة وإيه فكرة البرمجة وإيه هو الـ API، فمقالة من المقالات القوية. وبعد كده هنا البيم في البلاد العربية، زي متابعة للأخبار اللي بتحصل، فبلدية دبي خلت البيم إجباري لأغلب المشاريع اللي هي المباني اللي بتزيد ارتفاعها 40 دور، وبعد كده عملوا ورقة خلوها 20 دور بعد القرار دوت. ولو شركة مش أجنبية أو مشاريع زي مستشفيات وجامعات لازم تعمل بالبيم. والمهندس تامر الجوهري، والثالث مقال لي في بيم أرابيا ما شاء الله عن المقارنة بين برامج المحاكاة للبعد الرابع. فزي ما شايف مقالة تفصيلية بين كل برنامج وبرنامج ايه اسهل اقوى، فمقارنة رهيبة يعني، تطور المقارنة الوحيدة اللي شفتها بقوة دي على مستوى العالم يعني، بيكون بين اهم البرامج. وبعد كده استاذنا سامر سياري بيتكلم عن التسليم المتكامل للمشروع انتجريتد بروجكت دليفري، ده نوع من انواع العقود او التسليمات او الاتفاقيات الممتازه جدا، ان احنا لازم كلنا نبقى قاعدين مع بعض من اول مشروع. الفاسيلتي مانجمنت ما يجيش في الاخر ويقول لي انا عايز كذا، لا، من اول مشروع يكون موجود معانا سستينابيلتي، الناس كلها تبقى موجوده ونبدا نناقش كل حاجه في المشروع. المهندس احمد لطفي بيتكلم عن الدعم التقني لبرامج نمذجه معلومات البناء بحيث ان انت تتجنب المشاكل اثناء التشغيل، فبتشوف البرمجيات والهاردوير والحاجات دي كلها. المهندس عمرو رشين عامل نصايح من خلال خبرته، لان هو شغال في المجال ده من سنين كبيره جدا من اول الناس اللي اشتغلوا بيه. هو بيقول ايه النصايح اللي يجب مراعاتها اثناء العمل بالريفت والبيم على اي مشروع، فالنصايح مهمه. المهندس خالد ماهر، وتاني مقال ليه في بيم أرابيا عن بعد إدارة المنشآت فاسيلتي مانجمنت، ودي من الحاجات اللي أنا مهتم بيها شخصيا يعني، فالمقالة مفيدة إن شاء الله أقراها بعد الفيديو على طول. قريتها قبل كده بس عايز أرجع ليها. ده أخويا محمد مصلح كاتب مشروع قطر مول،
محمد مصلح اشتغلنا مع بعض في المشروع دوت، فهو كاتب وصف المشروع وازاي ايه اللي تم في البيم وكانت ايه المشاكل الموجودة وازاي تغلبنا عليها، فمقالة تفصيلية، ودي بعض الصور اللي خرجت من المشروع. وده كان نحو كمست البيم، كنا بدأنا نجمع بعض المصطلحات ونحاول نقول ايه هي. بس لما لقينا البيم ديكشنري بتاع دكتور بيل سكر خلاص اندمجنا معاه، ما شاء الله قاموس قوي وفي لغات كتيرة، فبدل ما نعمل جهد لقينا ده أفضل، وهتلاقي العربي هوت أي حاجة تلاقي العربي، ولو لقيت أي مشكلة في الترجمة العربي ابعت لنا في المغربية بحيث إن إحنا نصلحها إن شاء الله. وبعد كده خاتمة والحمد لله، ونشكر ربنا إن العادة صدرت، وإن شاء الله العادة الجاية تبقى أفضل، ويعني نسأل الله إن هو يبارك في الجهد القليل، ونشكر كل الناس اللي شاركوا معانا في بيم أريبيا، سواء كتبوا مقالات أو نسقوا أو راجعوا، كل الحاجات دي ألف شكر، جزاكم الله كل خير.